السلام عليكم. أولا مرحبا وألف مرحبا بكم. ذكرى مولد نبوي شريف مباركة علينا وعليكم، الصحة والسلامة والخير والبركة. شكرا لكازابلانكا على هذه الالتفاتة الطيبة وعلى الدعوة الكريمة. نتمنى إن شاء الله نقدموا لكم سهرة ممتعة مع الفرقة الرائعة، إخوان الفن، رئاسة الفنان صديق الأخ مروان الحجي. فمرحبا وألف مرحبا بكم، ونتمنى إن شاء الله نكون على حسن الظن ديالكم إن شاء الله. بسم الله. العرش يهزم، العرش، العرش يهزم والحبيرة تزدجي والمنتهى والسدرة العظمى. هناك أقصد حضرة مصطفى وأستغفر اولا شكرا على الاستضافه الطيبه. ثانيا كنبغي نشكر ويكازابلانكا على الدعوه الكريمه وعلى الالتفاته ديالهم بالاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله كيفرح بنا سيدنا رسول الله، كيفرح بالامه ديالو، فشي حاجه مزيانه بالنسبه لنا كاملين. نتمنى اننا نؤديو الواجب الروحي والواجب الديني في هذه الحفله هذه. كنشكر الجمهور كذلك على الحضور ديالو، واللي كنتمنى انه يكون استمتع معنا في هذه السهره هذه واستمتع معنا بالمدح ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم عندي مجموعه من الاناشيد ان صح التعبير واغاني مدحيه في مدح سيدنا رسول الله، طربيه شرقيه، ويكون عندنا واحد المفاجاه انا والاستاذ والصديق والفنان مروان حجي، غنديروا ديو بالطريقه المغربيه الاصيله، فان شاء الله نتمنى الجمهور ينالوا الاعجاب ديالو ان شاء الله. كيكون واحد المقطع بمناسبه المولد النبوي الشريف على السوشيال ميديا، كان مدحوا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعوه على الانستغرام وتمنى يعجبكم. وهو المناسبه شرط، لانه في المولد النبوي كيكثروا المهرجانات الروحيه، كيكثروا المناسبات الدينيه خصوصا من بعد التوقف ديال كورونا، فشي حاجه مفرحه، شي حاجه مبهجه انه رجعت لنا الروح كفنانين. رجعنا كنمدحوا سيدنا رسول الله، رجعنا كنمدحوا في سهرات كبار هكذا. دونك كنشكر ويكازابلانكا، نعاود نشكرهم على هذه الالتفاته الطيبه. أجل جا سيدنا محمد، اللهم عجل علي، الله يعطيكم الصحة. علي مساء النور، تبارك الله عليك، متعتينا بطريقة ماشي طبيعية. كيف جاكم علي؟ تبارك الله عليك، علي ابن مدينة الدار البيضاء البار، تبارك الله عليك. حنا فخورين أنه عندنا طاقات بحالك، وفخورين أنه عندنا فنانين من طينتك ومن العينة ديالك. إحساسك اليوم وأنت كتغني قدام جمهور مدينتك، أنت ما بعيد، أنت قريب. لا 10 دراهم ديال الطاكسي، 10 دراهم ديال الطاكسي، 10 دقائق ديال الطريق. إحساس زوين بزاف، لأنه كاين صحابي ولاد دربنا وناس قراو معنا وناس صحابنا وحبابنا. كنبغي نشكرهم بزاف لأنه جاوا اليوم، وفنانين كذلك كنبغي نشكرهم بزاف بزاف، صراحة إحساس زوين بزاف.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.